مساء الخير والفل والياسمين والسعادة على كل الناس اللي بتشوفنا. النهاردة يوم جديد وقعدة جديدة ومواضيع جديدة في هو هن على شاشة قناة المحور، وكالعادة بيشاركني في الحلقة هو أستاذ عموري. يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا أهلا. إزيك؟ وهن هن كتير رندوشي. عشان قصدك أنا تخينة؟ لا يعني أنت مالية مركزك. أيوة هن كتير. أنا كتير بصوت شيرين. أنا كتير. أنا ألف حاجة مليون حاجة على بعضها. دي تحت السواعي دواهي. المهم النهاردة أنا عايز أكلمكم كمان، يعني مبسوط إن إحنا ابتدينا ندخل رأيكم في الحلقات. يعني أنا بعمل كده، هو سؤال عندي على الإنستجرام بتاعي، بسأل الناس أنتوا عايزيننا نتكلم في مواضيع إيه. فدي بقى موضوع الأستاذ الجميل رئيس التحرير بتاعنا أستاذ محمود جابها لنا من الرسائل اللي بعتها له من عندي. وصلتني الشكوى دي من أم بتقول بنتي رافضة الجواز، وكل ما أكلمها في الموضوع ده ترفض وتبعد أكتر، ومش عارف أعمل إيه معاها. والحقيقة الموضوع ده فعلا بقى موضة بين البنات، وبقت البنت بترفض الجواز لأسباب كتير، وساعات أسباب دي ما تبقاش منطقية، وعايزة تشتغل الأول وتبني نفسها ورافضة الجواز تماما. أنتوا إيه رأيكم في الموضوع ده؟ انا يعني ارد انا الاول ولا ايه؟ خلاص اتكلمتي، مش هينفع. يلا بصي بقى على طول، انت من الحاله اللي فاتت عمال تحرجني. يعني انت كرست البنت وزنقتيها. طيب، يعني هتقول طيب. ايه؟ طيب انا هقول لكم على حاجه. لا بمزح. يلا قولي. طيب بص، حسب البنت دي عمرها قد ايه. ما يمكن البنت دي لسه صغيره في السن، وفعلا لسه عايزه تبتدي بقى تحقق ذاتها ومستقبلها، وهي شايفه قدامها ان هو الكارير. انا مش ضد ان هي ما تتجوزش، لا طبعا هي لازم هي تتجوز. يعني الحاله دي كانت مثلا 30 سنه، فانت رايك السن ده مناسب ولا لا؟ عايز برضو اسال. لا يا دوبك، يعني مش يا دوبك بس، يعني خلاص، يعني زي ما 30 سنه اكيد عملتي كارير ليكي، وعملتي خلاص مجال شغل ليكي، وعملتي كل حاجه. فكري بقى في ان انت لا لازم تتجوزي، مش لازم يعني، بس لو جالك حد كويس مناسب ابن حلال يلا جو. انا بقولك شغلي، انا كواحدة من الناس كنت رافضة اصلا موضوع الزواج. اتزوجت عمر 26، وبوقتي هداك يعني بوقتي ختيارة شوي، بس عن جد بوقتي كان اكني متأخرة بالزواج. وبرضو الي بنت عمي يعني عيني باللزم زي ما احنا بنحكي، حبايبنا اللزم. اتزوجت على عمر قد ايه؟ 42. هلا الخوف دائما بالتأخير عند الاهل، بالتأخير من الزواج، هو شغلة واحدة اللي هو انه الست ما تقدر تخلف. يعني بالذات بعد عمر، وان هي ما تبقاش مرغوبه قوي زي الاصغر سنا. هي خياراتها بتقل، وكل ما تكبر بالعمر بتتفتح اكثر، بالذات اذا عم تشتغل بتصير بيكي كثير، او بتصير تقعد تفكر انا عاوزه. بالضبط، انا عاوزه الراجل اللي بتدقق قوي بقى في الحاجه. فعشان هيك انا بقول لا، منطقي بالنسبه لهلا وقتنا انه خلصي جامعه، اشتغلي، سافري، روحي، تعالي، بس بعد عمر معين اذا لقيتي الشخص المناسب، واذا ربنا كاتب نصيب بعمر معين اكيد اتزوج. بس فكره الضغط من الاهل سيئه طبعا. يعني هو مش نهايه الدنيا اذا ما تزوجت، النهايه نصيب، وبرضه مش كل الدنيا رح تتحقق لها، يمكن يطلع هو شخص مش كويس وسيء. صح. يصير في زواج مش كويس بالنسبه لها. انا يعني رايي كراجل الاستعجال ابدا مش مطلوب. وبما ان اللي بعتت الرساله يعني سيدتي الجميله المتابعه لي على الانستغرام، طبعا بوجه لك تحيه ان انت متفاعله معانا وحابه تشاركي برايك في البرنامج، وده اللي احنا عايزينه منكم كلكم اعزائي المشاهدين، ان انتوا تشاركونا على صفحات المحور، على الصفحات بتاعتنا، او عندي لما بعمل اسئله كل يوم عن حلقات هو وهن على الانستغرام على الستوريز، تقدروا تقولوا لنا انتوا عايزين نتكلم عن ايه. بس انا برد عليها بقى انه ما تستعجليش ابدا بنتك ان هي تتجوز، لان لو اتجوزت اي حد والسلام كده، هو ممكن يعني الموضوع ما يمشيش ابدا. ممكن هي تكون متجوزه عشان بس ترضيكوا فما تبقاش سعيده، وما اعتقدش ان في اهل محتاجين ان بنتهم تعيش تعيسه. بطلت الوحده تتزوج عشان ترضي اهلها. كل والله العظيم لا، بس بصي في اوقات شخصيات تبقى ضعيفه شويه، في ممكن ايه تقول ايه خلاص هتجوز علشان اهلي يطمنوا عليا قبل ما يعني بعد عمر طويل. عايز تخرج من بيت اهلها بالظبط. لكن انا عايزه اقول حاجه، ربنا يديكوا الصحه وطولة العمر، يعني الاهل البنت دي او اي حد في نفس الحاله دي، انه انتم مش مكملين او انتم مش عايشين لها طول العمر. فلما تسيبوها سيبوها وانتم مطمنين عليها، مع حد ظهر، مع سند، مع راجل. الراجل دي نحن تحتها لأنه كمان ممكن يكون الزوج اللي رح تتزوجه ما يكون لها لا سند ولا ظهر، وتصفي بالآخر لا سمح الله متطلقة وتعايش لحالها، وتبقى طالعة كمان بأطفال، فدي تبقى مصيبة تانية. بس عارفة في كمان يعني مفاهيم مغلوطة في حاجتين. البنت اللي بتتأخر في الجواز فهي بيتقال عليها كلمة مش لطيفة، والبنت اللي بتتطلق كمان بيتقال عليها كلمات مش على لطيفة. على فكرة لغاية دلوقتي كمان طبعا، يعني احنا بصنا في 22 داخلين على 23 بتقال لك ايه ده، دي عانس. أيوة. يعني ايه عانس؟ الفكرة نرمين في حاجة، ان انتوا
لو مش عاجبكم ان هي يتقال عليها الكلمه اللي نرمين قالتها مثلا ان هي عانس، طبعا احنا مش موافقين عليها كلنا، دي كلمه وحشه جدا، بس لو انتم مش موافقين ان هي بتتقال عليها عانس ممكن تبقى مطلقه بعد شهرين، وبرضه هي كلمه من الناس ما بتحبهاش في مجتمعنا. هي الاثنين مش عيب والاثنين مش غلط. هلا بدي اعتبرك عانس. انا عانس طبعا، انا عندي 32 سنه، انا عانست من زمان بمعايير المجتمع. طب اسمع، انت عن جد عم بدي اسالك بكل صراحه، يمكن حكينا كثير بموضوع انه عمر ليش ما تزوج، بس انا عندي 32 سنه ليه اتجوز؟ لا ما اقول لك شغل. صغير هلا شوفوا في لا صغير لسه ببني مستقبلي، معيش فلوس اتجوز اعمل ايه؟ طب اقول اكتر هشحت شويه وهقلع الفانيلا. شوف اقول لك، اوكي عنده سبب، هو انه هو حابب انه لما يرتبط بشخص انه يقدر انه هو يقوم فيها وبالعيله كامله. لان انا ما عنديش موضوع ان احنا نقسم فلوس البيت، ما عنديش موضوع ان هي تشاركني في الشقه، ما عنديش موضوع، انا احب اجيب كل حاجه انا كده، انا راجل شرقي. راجل شرقي، ما اعرفش، انا شكلي من بره اجنبي بس انا من جوه شرقي، فالفكره ان انا احب اصرف على بيتي بالكامل، احب ان انا اجيب كل حاجه في بيتي، اكفي بيتي بالكامل، اجيب هدايا. لا بس مش شايف انها تساعدك، يعني زي ما بنقول القفه مودنين بيشيلوها اتنين، انت تساعد شويه هي تساعد شويه، في كل العلاقات اللي ما كملتش للجواز قبل كده انا كنت الشخص اللي بيبروفايد او بيقدم كل حاجه. فانا متعود على كده، دي اللاف لانجويج بتاعتي او لغه الحب، بحب اجيب هدايا، بحب ادلع، بحب الحاجات دي كلها. لو انا معيش فلوس اعمل الحاجات دي بكتئب وانا في العلاقه. شوفوا لانه ممكن انت نوعا ما عم تسعى لتعمل البيرفكت شويه. بس للأسف. بس بنفس الوقت مش كل الشباب هيك، وبالعكس حلو التساعد، وفي ستات ما بتشتغل وفي ستات بتشتغل، يعني الرجل له دوره اكيد بالمجتمع، بس انا بلاقي دائما في سيئات وحسنات كمان للزواج، سواء كان اللي بعمر خلينا نحكي 26 وفوق او بعد ما تكون الوحده اشتغلت وخلص الجامعه، وفي سيئات صح. يعني بس كمان انا اقول نقطه، يعني عشان برضه اوضح الموضوع، بس مش فلوس الموضوع، ان انا ما لقيتش بنت الحلال، فهي دي الفكره. يعني انا مش رافض بالظبط، مش رافض رفض تعمل اللي هو لا، يعني لا مش عامل كده، بس انا فعلا ما لقيتش واحده وايف ماتيريال، او اللي هي شخص ينفع نتجوز او نوصل للمرحله دي، لان الجواز ده حاجه مقدسه وكبيره ومسؤوليه، مش حاجه صغيره. طيب من هي كبنت يعني والدتها اللي بعتت لك، هي كبنت لها خيار وهي بتقدر تنقي، يعني مش اوكي انت قلقانه عليها كأم، وبدي اطلع الكاميرا واجي لها حكي، يعني قلقانه عليها كأم بعرف، بس انت يعني هي بالنهايه هاي حياتها. رح ارجع عيد نفس الجمله المشهوره دائما بحكي لها، اولادكم ليسوا لكم، اولادكم اولاد الحياه، خليها هي اجت يمكن منك من خلالك، بس هي مش ملكك، وإلها حق بانه هي تختار شريك حياتها زي ما انت كان لك حق تختار شريك حياتها. عشان كده احنا يكون معنا النهارده في الفقره ان شاء الله، يكون انا وعمر هيكون معنا نموذج لام وبنتها، نفس الحاله اللي بعتت لك كده عمر، ان الام عايزه بنتها تتجوز ولازم تتجوز علشان خلاص وما ينفعش، ومامتها بقى بتضحك على ايه يا عمر؟ بتضحك على ياسمين واقفه ورا. يعني هي بتستعجلنا، مش بس واحنا بره الحلقه، بتستعجلنا جوه الحلقه. طب نعمل ايه؟ عندنا ديوريشن يا استاذ. فضحك يا ياسمين، فضحك عمر، جايه من وراك بتتسحب. انتوا بصوا، اصل انا بتكلم وبعدين انا عيني طبعا طرف عيني لقت عمرو بيعمل بقى حركات، يعني بصوا لولبيه جنبي فيضحك ويقعد يعمل حاجات كده، يعني فيعني ما علينا، المهم يكون معنا نموذج في الحلقه. عملنا فيلم عمر حلمي، وعلى سيره المسلسلات والافلام احضروا مين رح يكون معنا هلا بهو جميل اللي هيبقى عمرو، طبعا الفنان الدكتور او الدكتور برتبه فنان او الفنان برتبه دكتور، اكيد الفنان محمد غنيم اللي كلنا استمتعنا بادواره، يعني انا شخصيا بحبه كثير من فيلم الاسطوره، رح يكون معنا ورح نطلع هلا لفاصل سريع وبعدين رح يكون ضيفنا، ما تروحوا بعيد. ورجع لكم تاني، احلى ناس في العالم، وطبعا كل ام بيكون نفسها تفرح ببنتها وتطمن عليها وتوصلها لبر الامان، وبر الامان ده بيكون طبيعي لاغلب كل الامهات اللي هو الجواز، يعني بنتها تتجوز، بس طبعا في ظل ان بقى في تمكين للمراه وانها بقت متحققه وناجحه في شغلها وفي حياتها، فبتاخر خطوه الجواز دي لفتره، لممكن 30 لل 30 او ال 40، او زي ما بيقولوا في المقولات الشعبيه فاتها قطر الجواز. طبعا انا مش موافق على الجمله دي طبعا، صح اكيد يعني انت عمرو بالذات مش ما ينفعش ان هو يقول الكلام ده. لا هي بتبقى شايفه بقى ان القطر هيقف، يعني البنت بقى بتبقى شايفه لا ان القطر هيقف في الوقت المناسب في الميعاد المناسب، وان هي تتجوز جوازه تكون مرتاحه فيها مع راجل كده يصونها ويساعدها على ان هي تنجح اكتر وتحقق ذاتها اكتر، يا اما
بلاش منه خالص الجواز. الفقرة دي معانا خناقة، احنا من قبل ما نطلع الفقرة واحنا يا جماعة خلاص اسكتوا خلاص. معانا البلوجر الجميلة الجميلة جدا 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 منى شعبان، والدتها خديجة الصاوي. والدتها دي انت هتبقي يعني اهلا بيكوا الاول، بس انت هتكسري الدنيا. ماما خديجة. ماما خديجة. ايوه طلعي الصاوي دي. منورينا في وجهنا. يا ميرسي ربنا يخليكم. بجد منورينا منورين بيكم يا حبيبي والله. انت متضايقه من منى ان هي مش عايزه تتجوز؟ ايوه طبعا. ليه بقى؟ مالها اللي مش عايزه تتجوز؟ ما ينفعش. ليه؟ يعني سبيل المثال انا يعني انا عندنا ارياف، احنا بلد ارياف. أيوة. ما ينفعش انها تقعد من غير جواز. انا جوزت عندي 14 سنه. يا نهار ابيض. بكريتي وانا عندي 16 سنه. بس كنت طفله. كنت دي طفله خالص. طفله تقعد ل 16 سنه عندنا بارد. بارد كمان. انت بارد. بارد. بارد خلاص. بقت باينه. فما ينفعش. هي بقى خلقت بيني وبينها انها كل ما يجي لها عريس وكمان شخصيات حلوه يعني ما يترفضوش. بترفضه ليه بقى؟ عشان الشهره. طب واخره الشهره؟ لا اكيد طبعا مش عشان الشهره، يعني اكيد مش عشان الشهره، وعلشان خاطر برضو شغلك والميدن والبتاع اللي الميدن. انا عايزه انا شاهدته. انا شاهدته كده وامارات. ربنا يخليك. ينفع تقول لي اتجوزي بس كده؟ اتجوزي اسمك انك اتجوزتي. ايوه. وبعدين اتطلقي عادي. ينفع بالله ماما خديجه؟ ايوه. ليه ماما خديجه؟ انا بقول لها ان شاء الله تتجوزي اسبوع وتتطلق. ده اي ام. انما ما تقعديليش كده. طب لا انا ثانيه، انا لازم اسالك سؤال. لا انا لازم اسالك سؤال. طب ما هو بصي، انا لسه كنت بقول في الفقره اللي قبل دي انه في المجتمع عندنا بيوصموا الستات لما يقعدوا بيقولوا لهم كلمه مش لطيفه اللي هي عانس، والكلمه دي احنا طبعا بنرفضها. فطب انت بالنسبه لك يتقال لها الكلمه دي ولا يتقال لها مطلقه؟ ما هي مطلقه برضو الناس بتاخدها باسلوب مش حلو. المطلقه دي سوقها ماشي. ليه يعني؟ والله العظيم المطلقه سوقها ماشي والله. مش دايما هتجوز واحده مطلقه. لا لا انت برستيجي بس تشقر وليلك ايه؟ طيب انا بجد انا مش عارفه عايزه اتكلم معاكي وعايزه اتكلم معايا. أيوة. وعندي كلام كتير قوي 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 قوي. لا انت لازم تبقي احنا نجيبها في حلقه لوحدها. انت نجمه اوريدي يعني. منى انت مغطيه عليك على فكره. انت المفروض اي موجوده اي عيب وهيستتك ويخليكي ست هانم. طيب ايه ايه المشكله؟ منى انت في العشرينات ولا في الثلاثينات؟ وبعد ما تحقق ذاتك ونجاحك اخرتها ايه؟ برضو هتقعدي بين اربع حيطان ووشك في الحيط. طب معلش يا جماعه، انا والدي لسه متوفي. ما انت اتجوزتي وشفتي حظك. لا يا حبيبتي. وجوزك وانا هو برضو وشك في الحيط. انا جوزي ما غضبنيش 40 سنه يوم. الله انا جبت منه 8 شباب العين تعشقهم. طب انا انسان عندي طموح. حلوة. انت كان عندك طموح المحشي والبتنجان. طب ثانيه والمعلوية. الجواز حلو ولا بالمحشي والفلفل والمشمر؟ ايوه بقى. ايوه انا موافق جدا. انا شايف ده بيقول لك اوصل لقلب جوزك من طريق بطنه. طب ثانيه واحده، انا عايزه اسالك منى، انت مش عايزه تتجوزي ليه برضه؟ ما هي دي برضه حاجه مستفزه يعني. لما انا اقول عشان اكيد ما لقيتش حد شبهي يعني، ما حدش كده بتقولي هتقدم لك ناس اشكال. والله العظيم انا معاك يا منى. انا بدعمك على الفرازه زي ما بيقولوا. ده من وجهه نظر ماما. عشان ماما عايز يعني دايما كنت وانا صغيره تقول لي تتجوزي اي ان شاء الله حتى بتاع النعناع. والله والله العظيم بتاع النعناع ان شاء الله بتاع الليمون اللي داير في الشارع. هو بتاع الليمون بتاع النعناع الاثنين دول. مع احترامي طبعا لبتاع الليمون بتاع النعناع. دايما كانت تقول لي كنت كان عندي عقده من بتاع النعناع والليمون لو عدى من تحت البيت يعني. لو اقول دي اكيد هتنده له عشان هو راجل وهياكلك. طب انت في العشرينات، مش عايزه اعرف سنك، بس عشرينات ولا ثلاثينات؟ لا انا عندي 37 والحمد لله. جريئه جدا كمان انت تقولي. انا مش عايزه اسال سؤال يعني. لا 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 مش عيب طبعا. هقول لك ليه انا مش ما اتكسفش ان انا اقول سني. مش باين عليكي اصلا. اولا مش باين عليا، وناس كتيره جدا بتتخض لما بقول الرقم بتاع سني ده، لانه شكلي صغير. شكلك شبه زينة فعلا زي ما درميكا بتقول. ما لازم تبقى روحك صغنطاطة عشان ضربة الدنيا جزمه. انت شفتي؟ طب والله انا هشاهدكم تاني. انا لو كنت اتجوزت كان هيبقى شكلي كده؟ لا. اولا البنت لا، هو في راجل بيحلي وراجل بيوحش. طب طب انت شفتي في انا جوزي بقى كان محلين. انت قمر زي القمر. انت قمر. عشان كده الله يرحمه. المهم لا مش بعد ايه بقى راجل وصل لل 60 و65 ما تغير. طب انت ما اتجوزتيش تاني ليه؟ لا اتجوز ابدا. ليه بقى؟ جايه
في منطقه خطر. ما اتجوزتيش تاني عمري ما اشوف لا زيه ولا بعده. ربنا يحفظك. لا ما فيش زي ما كنتش انام لما لازم يضحكني لحد ما اموت على نفسي افرفر من طريقته وكلامه. كان حنين وطيب. طب انت ممكن تلاقي حظك في واحد تاني طيب. لا 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 ولا انتوا اللي مش عايزين. لا لا بابا فعلا لا بابا فعلا هم لا كانوا بيحبوا بعض. ما يتعوضش. لا ما يتعوضش. انا عايزه اقول لك ان قصه حبهم معروفه في العيله كلها. ده احنا بيقولوا علينا قصه. لا احنا جايين النهارده نعلش ونفرفش مش جايين نعيط. بتقول لك رومي وجولييت. قصه رومي وجولييت. فانا مش هلاقي حد يحبني زي ما بابا حب. على فكره خلينا انا عايزه استوقف شويه ان احنا شويه بنهزر بس انا عايز اعرف بجد من منى انت ليه رافضه الجواز؟ لا مش رافضه الجواز. طبعا هو حقك بس ليه؟ لا مش رافضه. انا يمكن انا شخصيه بقى. انا شخصيه يعني عندي طموح يعني اوفر شويه. فاي راجل بيجي بيبقى عايز اللي هو تقعدي من تقعدي في البيت تربي الاولاد مش عارف الحياه بقى اللي هي الحياه ست بيت بقى وقاعده بتطبخي. بصراحه بخاف وبترعب جدا 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 من بعد الجواز البنت شكلها بيتغير حتى الراجل على فكره مش بس البنت. أيوه. حتى الراجل شكله بيتغير تحس ان بيبقوا يعني شكلهم بيبقى حاجه ثانيه. أيوه بس خلي بالك ما هو مش كل الرجاله طبعا كده. وبعدين دلوقتي احنا يعني يمكن عمري ليه كانت وجهه نظر مختلفه. بيقول لك انا لما اتجوز مثلا هو لسه عمري ما اتجوز انا لما اتجوز هو يعني لما يتجوز انه لا عايز الست اللي معاه هي يصرف عليها من الالف للياء. بالظبط. انا ما عنديش موضوع اللي هو ان احنا نشارك في كل حاجه والكلام ده كله. انا يعني تربيتي كده لازم انا اجيب البيت لازم انا ادفع كل حاجه تخص البيت الاكل والشرب الحاجات دي كلها. وهي الست هتعوز اخر كده. بالظبط. راجل حنين ومكفي بيته بس كده. فانا لسه مش مستعد ده عشان كده بيلوموني هنا في البرنامج كل يوم زميلاتي بيلوموني. انا عندي 32 سنه. لا 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 فلسه ما كونتش نفسي. بقول لك ايه ما كونتش نفسي. انت جيت في الفقره غلط على فكره. لا 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 ايوه ايه اللي بقى انت مقعدك بقى خاصنا ديت وبنت مثلا وبتتدلع على العفاف. طب ما هو هي بنت بتتدلع بس انا راجل بقول لك عايز اكفي بيتي لسه ما عنديش المقدره لده وما لقيتش بنت الحلال. بعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال خذوهم فقراء يغنكم الله. أيوه. امشي على قدك وانت هتلاقي ربنا وسع عليك من حيث لا تعلم ولا تدري. مش عارفه امشي على قدك. العروسه بتيجي برزقها. اي زي العيل بيجي برزقها. لا اله الا الله. انا ابني اتجوز ما كان معاه حاجه واول ما قال يا جواز اقسم بجلاله الله جاله حاجه عمره ما كان يتخيلها واتفتحت له من كل الجهات. طب انت ترضي تتجوزي بنتك لحد مش جاهز ماديا؟ انا يعني لما يحطوا كتفهم في كتف بعض ويعملوها سوا. بقول لك بتاع الليمون. لا 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 انا اتجوزت جوزي ما كانش معاه حاجه ولا حلته. لا بس زمانكم غير دلوقتي برضو احنا كبنات يعني مش انا يعني طبعا انا اكبر منك بس يعني بيبقى خلاص مش عايزين مش نتعب بكتير. مش هتحسش الناس انت اكبر منها بكتير. يعني انا دلوقتي على فكره الجواز دلوقتي اهم حاجه القايمه. ايوه ده مش جواز يا ماما ده دلوقتي بقى شغل راس مال. طب ثانيه واحده بقى الكاميرا بتاعتك اهي دي صح دي كاميرتها. طيب لا دي اللي منوره دي. البنات اللي بتتجوز دلوقتي اديهم بقى نصيحه كده اللي مش عايزه تتجوز ايه؟ لا اللي بتتجوز ايه النصايح اللي تعملها؟ النصايح اللي تعملها ان انت اهم حاجه عندك الشاب يبقى محترم مؤدب صرف نظر كل الشباب بتشرب سجاير مش مشكله السجارة. ما هو هي دي نقطه عصر ولادي انا ما بشرب السجاير انا رافضه ده فمش مشكله يكون محترم. اهم حاجه يحترم اهلك يشيلهم على راسه. لو قلب اهلك اعتبر ان انت مالكيش اي 30 لازمه عنده في يوم من الايام هيقل بيكي. والقايمه بقى والحاجات الماديه واحسن حاجه في الموضوع ان انتوا ما تتكوش على عريس يا جماعه الا القايمه. حرام ما هو برده ما كلف الله نفسا الا وسعها. يعني الفرش ب 500,000 القايمه مؤخر اللي بياخدوه في الاخر ده 500 و600 ليه ليه؟ طب ايه يا ماما يعني انت وغلبان وحاوله بيه ولا قوه مش انا عايز اكتب قايمه كبيره لو اتجوزت. انا عايز اكتب قايمه مثلا بمليون. هي عايزه تتجوز بتخلص منك خلاص. احنا راضيين بالقل القليل دلوقتي. لو عريس في البرنامج ده هيجي بتاع الليمون هيقول لي هتجوزك يعني بعد ما بتاع الليمون بس ايه وخلاص خلاص هقول لك على حاجة. أنا موافقة على بتاع الليمون بس أهم حاجة إيه؟ ليمون ونعناع عشان نعمل ليمون. يا منى ما تستعبطيش يا منى وتزيدي في الهبل عشان كده عيب عليكي. حاضر أنا موافقة. أنا موافقة. حاضر أنا موافقة. أنت عايزاني أتجوز؟ أيوة. المذيع مش متجوز. ما أنا قلت كده برضه ما أنا برمي عليك.
انت شايفيني واحنا جايبين لكم بقى. ما انا بقول له ما تقعدش وما تعملش، ما انت شايفاني عماله ادي تحت. بس بقول لك ايه، هو اصغر منها، عندك مشكله ولا لا؟ لا مش مهم سن. ستنا خديجه رضي الله عنها وارضاها كانت اكبر من الرسول، مش مشكله. وعاشت وجابت عيال. خلاص نزغرط بقى، ندي زغروطه على الهواء. خطوبه ال يا جماعة، خطوبة الإعلامي والبلوجر عمرو حلمي على البلوجر. أنا أهم حاجة في الليلة إن أنا بروجر. مش مهم بقى. والله أنت يا عمر يا ماما خليك. اللي عايز يتجوز يجيني وأنا أجوزه. أنت تشتغلي خطبة؟ أنا أشتغل خطبة ويعني أوفق راسين في الحلال. بتحبي الموضوع ويرضوا بنصيبهم، والله ربنا يوسع عليهم. دي حقيقة. وحقي لا إله إلا الله، لو رضيوا بنصيبهم ربنا يوسع عليهم. أنا هحاول آخد بنصيحتك عشان لو لبست في الحيطة هنزعل. لا ما تلبسوا في الحيطة، أهم حاجة بس تدور على اهلها الاول. ايوه صح. والام أيوه. قبل ما تناسب الام تبقى قمر زي كده اهم لا حاجة. الام شوف تاريخها مع الاب ايه. هل هي فيها مشاكل بينها وبين الوالد؟ البنت بتطبع بطبع امها. بس برضو مش عايزين نظلم البنات اللي مثلا امها مثلا، ممكن يكون الاب هو اللي مش كويس مش امها، فامها اتظلمت. بيقول لك خد المجنونه بنت العقله وما تاخدش العقله بنت المجنونه. عشان والله اقول لك ليه بقى. هموت والله هموت. انت هوضح المثل. ليه بقى؟ لو امها مجنونه هتجننها. لا لو البنت عقله هتعقلها. لو البنت عقله ومامتها مجنونه الام هتجننها يعني كده. أيوة. لان دايما البنت مهما كان بتبقى طباعها وحياتها غير اهلها، لا برضو الام بيكون ليها عامل كبير جدا على البنت. فما فيش يعني مهما تدوري انك تلاقي بنت مختلفه عن امها، مستحيل. مش أيوة موجوده دي، مش هتلاقيها. طب انت يا منى ايه الراجل اللي انت نفسك ترتبطي بيه ومستنيه ايه؟ انت 37 بتقولي. طب مستنيه ايه؟ ما نفسكيش يا جماعه. انا عايزه اقول لكم حاجه حصري في البرنامج. ايوه. اتخطبتي ولا ايه؟ لا انا خطبتي قريب. بجد؟ بجد. ما نفس السبب. الف مبروك. ده نزلني على ودنها. هي اللي جايبه لك؟ لا هو جالها، بس انا قلت لها يا منى هو ده اللي يناسبك، هو ده اللي يناسبك. ان شاء الله قريب باذن الله. متعزمينا؟ ده اكيد. أيوة. طبعا. ده اكيد هعمل لك الاكل بتاع الفرح. ان شاء الله. الله لازم تيجي عندي تاكلي محشي. وانا كمان ملوخيه، انا مشهوره بالملوخيه. وانا ماما خديجه مشهوره بالملوخيه. عايزه اقول حاجه بس. انت عليا بقول لك، انت خدتي الحلقه كلها لحسك، ما تسيبيني اقول كلمتين. قولي يا ست منى. ايوه انا عايزه اعرف المواصفات اللي جالك ده مين بقى؟ لا هقول لك بقى اللي هو يعني اللي انا هقوله ده حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ انا عمري ما كان ليا مواصفات معينه او شكله ايه او الكلام ده كله خالص نهائي. ليه بقى؟ لانه الشخصيه الحلوه بتخلي كل حاجه حلوه، بتخلي الشكل حلو، بتخلي الكلام حلو، بتخلي شكله. قصدك ان شكله مش حلو يعني؟ لا مش قصدي كده. لا شرير انت قوي برضه. لا 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 مش كده. لا انا غيرت شويه. لا اقصد ان يعني لو انا مثلا او مواصفات فتى احلامي ايه؟ انه مثلا يكون شكله حلو ويكون لبسه مش عارف ويكون مش عارف ايه. لا الشخصيه الحلوه قوي بتخلي كل حاجه يعني بتبروز كل حاجه. صح دي حقيقه. فانا عمري ما كان ليا ابدا مواصفات معينه. انا كنت دايما بقول انه اللي ربنا بيبقى كاتب يعني لما يكون اتنين مكتوبين لبعض سبحان الله بتلاقي حاجه كده في الفه ما بينكم مش طبيعيه. دي حقيقة. تلاقي حاجات يعني كانه من حد من اهلك يعني او عايش معاكي من زمان اصلا. صح. فلا بالشكل ولا باي حاجة. هو شخصيه البني ادم هي دي اللي بتحدد كل حاجه. وراضي بشغلك؟ ما عندوش مشكله في شغلك؟ مش راضي؟ ده هنتكلم فيه بعدين. هو ده الهدف. هو ده مربط الفرس. كل اللي بيجي لها مش عايز الشغل. ما بترفض عشان كده. ايوه عشان هي حابه شغلها. حقها. حقها لو هو فعلا بس طالما هو هيغنيها عن كل ده يبقى لازم تبقى بقى. موضوع الشغل لسه بقى نتناقش فيه ان شاء الله. ربنا يهدي يا رب. لما اشوف البرنامج ده ربنا يهديه ان شاء الله ويخلينا نداء لخطيب مناسبه تشتغل. ماما خديجه عايزه اسالك، انت مهم بالنسبه لك قوي موضوع الاطفال ولا مش فارق معاكي؟ احفاد عايز يبقى عندك احفاد كتير بما انك مخلفه. ايوه انا جايبه 8 عشان عايزه اعمل عيله. ايوه بالظبط. عشان انا اتولدت انا وحيده امي وابويا. انا ليا اخوات من ابويا واخوات من امي. ايوه. فطبعا ده هنا وين. فانا عايزه يبقى كلهم عيله كده ويبقوا
المفروض يحبوا بعض واخواتي يحبوا بعض. ايوه اه يعني انت عندك احفاد اوريدي ولا لسه؟ عندي ابني الكبير متجوز ومعاه 5 ما شاء الله، وبنتي معاها 3 برضه متجوزاها. انت كمان ولادك بيحبوا الخلفه؟ لا بيجيبوا بالتوأم على فكره. أيوة. ما شاء الله. احنا انا بجيب توأم، فعيالي بيجيبوا توأم برضه. زي ابوهم. ما شاء الله ربنا يرحمه. وبيجيبوا بنت وواد، يعني مش ولدين ولا بنتين. عشان خلاص بقى مره واحده بقى كمان عشان الموضوع بنعمل يعني بنخلي في خلطه سريه كده وسحريه. انت بتقول لهم طيب الخلطه دي ازاي نعمل كده؟ محمد هيخش اهو في يوم ان شاء الله طبعا. محمد ابني ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي ده الدخله بتاعته. ده انت عايزه تخلصي شكلها انت بقى منكم عشان تتجوزي. ومنى بعديه على طول ان شاء الله باذن الله. وخلاص منى اخر واحده هتتجوز. لا لسه معايا 8 انا. اه صحيح. دي الرابعه. اوكي. دي كده لسه في 4 بقى لسه ما اتجوزتش. في 4 تحت كمان. انا معايا 5 صبيان وثلاث بنات. ما شاء الله ربنا يخليهم لك والله. وبنتك او اخت بقى منى اللي اتجوزت وعندها كام سنه؟ اتجوزت لا ما هي برضه كانت عن 25. ما ده صغيره جدا اصلا. يعني احنا لما جينا من البلد جوزي يعني عشان كان شغله جابنا هنا مصر فمشيناش من 40 سنه فطبعوا طبع مصر بقى يتجوزوا البنات كبيره صغيره، انما لو في البلد ما كانتش قعدت كان زمان معاها دلوقتي احفاد. دي حقيقه. ايوه والله. انا البنات اللي قدي هناك عندنا في البلد وكده متجوزين واولادهم اتجوزوا وخلفوا وحياه ربنا فعلا لسه في كده. 14 سنه والله. عشان انت صغيره بيتجوزوا كمان 14 و13 سنه. بس ده لسه بيحصل لحد دلوقتي في البلد. انت لو شفت بكريتي اكنها اختي. طب والجوازات بتكمل معلش بامانه؟ بتكمل ما كملت هي. انا قاعده. لا مش حضرتك، البنات اللي في البلد بيتجوزوا بتكمل. وبيعيشوا. طب انا اسال وبتعيش على السراء والضراء. دي زوجه اصيله والله. والله ولو جوزها مش قادر بتطلع تساعده. ما شاء الله. احنا عندنا كده في المكان اللي احنا فيه. لا احنا عندنا ما بقاش فيه كده. الست لا تعرف تقف في كتف جوزها. ما هو ده اللي انا كنت عايز اساله لمنى. اخد بس سؤال اتفضل. عايز اسالك على حاجه، ليه دلوقتي شايفه انه البنات ما بقتش ملهوفه على الجواز زي زمان؟ تفتكري ليه؟ علشان متهيألي بقى دلوقتي الحياه بقت متفتحه قوي قوي وبقى والسوشيال ميديا بقت دلوقتي مخليه في تمكين كده للمراه وفي ان المراه لازم تحقق بقى نفسها. بقى في فرص كتير قوي للشغل بقى اي حاجه ممكن تتخيلها البنت ممكن تشتغل فيها وتنجح فيها من عن طريق كمان السوشيال ميديا طبعا. صح. فلا انا حاسه انه ده يعني دخول السوشيال ميديا علينا هي اللي خلت البنات ما بقاش عندها، وطبعا العصر اللي احنا بقينا فيه ده والسرعه اللي بقينا فيها في كل حاجه فبقت مخليهم لا هم يعني حته الجواز دي مش بس لا بس في بنات على فكره بموضوع الجواز ده يعني كان ليا واحده صاحبتي اقسم بالله كانت بتنام تقوم هي عايزه اتجوز ده هدف وكانت حياتها. بتروح هي متخيله ان هي معمول لها عمل تروح جوامع تروح كنائس عشان فاكره ان معمول لها عمل عشان لحد فعلا هي ده هدف واتجوزت يعني بجد سعيده وكامله مبسوطه وسعيده ففي لا في 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 لحد دلوقتي بنات بكل لا هي اتولدت عشان تتخرج من الجامعه عشان تتجوز خلاص. وفي بنات زي كده يعني طبعا بتعشق البنات دول. طبعا انا احب اللي عايزه تتجوز بصراحه. الستر ده الستر. أيوة. ونص الدين. اي بس لما تلاقي الراجل المناسب اللي هيسترها واللي طبعًا. هيخاف عليها شاي رجل والسلام يعني. لا مش هي رجل والسلام طبعا لا. بس انا دلوقتي بقيت انا بقول بس كده ان ابو نعناع وابو بتاع علشان بس هي بس دماغها تلين طبعا اي حد بيشتغل اي شغلانه احنا بنحترمه والرجاله بتحترمه واحنا بس بنهزر مش مقصود باي اساءه لاي طرف من الاطراف. فانتوا بجد نورتونا النهارده. كانت فقره ما فيش ألذ من كده. الله دمك خفيف جدا وعيله تجنن وهم بيعملوا فيديوهات على السوشيال ميديا تجنن كمان عند منى. نورتونا ماما خديجه. ربنا ينور منى. ميرسي ربنا يخليك. نورتونا وشرفتونا وهنستنى بقى العزومه بتاعه الفرح ان شاء الله. طبعا ان شاء الله لازم تيجي انت اول الناس طبعا. امال ايه اجي عشان المحشي. منى الملوخيه. منى الملوخيه. نورتونا وشرفتونا ماما خديجه ومنى نورتوني ومبروك وبالتوفيق ليك يا رب ان شاء الله. شكرا لك. لسه اكيد مكملين مع حضراتكم قعدتنا في هو هنا لكن هنطلع الفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا.
ورجعنا لكم مرة تانية مع فنان من الفنانين اللي أثبتوا أن الشغف أهم حاجة في الدنيا وأنك مهم تحقق حلمك مهما عدى وقت ومهما دخلت في سكك تانية لازم ترجع له. معنا الطبيب الفنان دكتور محمد غنيم، أهلا وسهلا فيك. وعجبك عجبتك اللهجة المصرية بتاعتي ولا إيه؟ حاولت شوية مكسرة بس لذيذ. اللهجة المصرية سهلة على قلوب الناس جدا، بس بتعرفي انا شوي انا صعب علي لسه بدي شوية وقت هناخد. بس دخلت الدخلة دي علشانك. خلاص اديكي وقتك براحتك. خلاص يسعد قلبك. اهلا وسهلا فيك دكتور محمد. احنا عايز اسالك يعني ايه تخصص حضرتك في الطب نفسه؟ حضرتك انا عارف ان انت استاذ بتدرس طب في الجامعات، بس تخصص ايه؟ انا دكتور الجهاز الهضمي امراض بطنة، تخصص دقيق الجهاز الهضمي والسمنة. واو، يعني جدا ده اهم دكتور تقريبا في الحياه. لا انا شوف ما فيش في الطب اهم من حد اهم من حد. بس لا انا بالنسبه لي انا لا انا عندي قولون وشويه عندي لا هو سمنة. الطب عموما من وجهه نظري انا كل حاجه فيه مهمه جدا. طبعا مهمه جدا، لان الانسان وحده واحده يعني. صح. يعني حتى اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. صح. فما فيش تخصص. بس ده تخصص دقيق جدا، ليه اخترت التخصص ده بالذات؟ كل التخصصات دقيقه. يعني برضو هقول لحضرتك باختصار شديد، كان زمان الـ يعني من 25 سنه كان دكتور بطنة، دكتور جراحه، دكتور كذا، وبعدين بعد كده بفتره بقينا تخصصات ادق شويه. البطنه بقوا 20-30 فرع. الجهاز الهضمي ده حاجه، القلب، المخ والاعصاب، الامراض النفسيه، كل ده امراض اصلا. يعني الامراض النفسيه تحت البطنه كمان؟ ما انا هقول لحضرتك البطنه مش معناها البطن. داخليه هي اسمها الباطنه. اللي هي انترنال ميديسن. اوكي. فكل ما هو حتى في دكتور بطنه اوعيه دمويه، في دكتور بطنه مناعه، في كل دول من امراض الباطنه. فبقى في تخصصات دقيقه. من سنين مش بعيده قوي يعني بقى في حاجه اسمها السوبر سبيشاليتي. يعني لما تشوف دكتور العيون بقى في دكتور شبكيه. بقى في دكتور ميه بيضاء، بقى في دكتور ميه زرقاء، بقى في بالظبط. الجهاز الهضمي بقى كده، بقى في دكتور للمريء، بقى في دكتور للمعده، بقى في دكتور لاورام القولون، بقى في دكتور كل بالذات يعني. انه الطب اصلا عم بتطور جدا، وبصير حتى المعدات الطبيه اللي بيستخدموها سواء كانت التكنولوجيا او العمليات زاد عندنا جدا. بالظبط، لازم جداً. الواحد يكون اب تو ديت دايما. يعني احنا حتى كنا زمان المناظير، انا جهاز هضمي فبعمل مناظير، يعني كانت المناظير بتكسر رقبتنا يعني بتبص كده انت في المنظار. هلا لا دلوقتي بقى فيديو سكوب. صح. يعني المنظار فيه كاميرا بتفرج فيديو، في كاميرا صغيره، فانت قاعد وشايف الصوره 40 ضعف بالضبط. حتى المريض نفسه بطل يستاء، خلينا نحكي من هذا البروسيجر. مزبوط. يعني كان المنظار سوليد، دلوقتي بقى اوبتيك فايبرز، بقى فايبرز مرن جدا، مرن بشكل شديد، بقى رفيع جدا، هو بقاش بيسبب اي حاجه مضايقه للمريض او جروح او كده، وخلاص كل مضاعفاته تقريبا قربت تبقى صفر يعني. طب دكتور، هلا بعيدا عن الطب طبعا، انت اكيد تعبت وشقيت كل حياتك. يعني انا عندي سؤال. نعم. هل أنت من الأشخاص اللي دخلت المجال الفني أنك أنت عن جد عم تلحق شغفك، ولا هو كان صدفة بحتة؟ لا شوفي، هو طبعا كان شغف. أوكي. يعني أنا شخص قارئ جيد من صغري ما شاء الله. كان عندي أب رحمة الله عليه هو اللي شجعني أكون قارئ جيد. فأنا أعتقد يعني أني مثقف. أنا خلصت الأدب العربي قراءة ومناقشة مع والدي كله، وانا مع نفسي بقى تطورت للادب الغربي والابسنز والشكسبيرز، وقريت كتير في حاجات كتير، مقارنه اديان، في الجغرافيا، في السياسات، في تواريخ الامم، قريت كتير. وانا في الجامعه الحقيقه كنت محظوظ اني انا كنت ماسك مشرف على فريق المسرح في الجامعه. اوكي. من اتحاد الطلبه كان عندي منصب كده طلابي ان انا مشرف على فريق التمثيل. فالحقيقة كان من حظي برضو ان المخرج اللي جابته الكلية، كان زمان في مسرح جامعة قوي جدا على فكرة، اختارني اكون احد ابطال مسرحية الكلية. والحقيقة كانت لجنة التقييم، كان الاستاذ سعد أردش، الاستاذة سميحة ايوب، والدكتور عادل هاشم رحمة الله عليه. ورحمة الله استاذ سعد أردش برضو،
وانا اخترت احسن ممثل مسرح في هذه السنه. فاكر دورك بالمسرحيه؟ كانت مسرحيه اسمها الورطه، تاليف توفيق الحكيم. هي الورطه دي دخلتك في مجال الورطه دي كان توفيق المفروض ان بطل المسرحيه استاذ في العلم الجنائي، فقرر يجيب عصابه يدرس عليها حقيقه. اوكي. انا كنت الوسيط اللي بجيب له العصابه، صاحب المكتبه صاحبه اللي بجيب له العصابه دي، فتورط في الجنايه. اوكي. هو تورط انه بيدرس على عصابه والعصابه سرقت. اوكي. فاصبح متورط. طبعا. وهو ما اتعملتش دراما، اتعملت فارس كوميدي. اتعملت فارس كوميدي تماما، والحقيقه نجحت وانا اخذت احسن ممثل مصر. ما شاء الله. وهلا ما شاء الله عليك من الممثلين اللي كثير قراب لقلوبنا. كنت عم بخبرك انا والدتي بتحبك كثير كمان، بالذات في دورك في الاسطوره. ماما هي وبحبك كمان مبدئيا. لما اتخرجت بقى نسيت الموضوع. اوكي. وانغمست بقى تماما. حلوه انغمست دي؟ ايوه حلوه جدا. حلوه وقويه. قويه. عشت بقى حياتي دكتور ونائب وماستر وام دي ودكتور وعياده ومستشفيات وقصه الحياه. وكنت محظوظ ان انا كان عندي عياده معروفه. يعني وبدات اعالج الفنانين. اوكي. بدا في مرضى زباين يعني. اوكي. وبعدين يبقوا اصدقائي مع الوقت يعني. وبعدين بداوا مع الوقت يبقى في نقاش. يبقى في حوار، فبدا يقول لي ايه رايك في الدور ده، طب ما تيجي تحضر تصوير. طب في عرض خاص، طب قول رايك. مع الوقت طب خد السيناريو ده اقراه. انا كاستنج على حاجه. انت بتحب القرايه؟ الجمهور المثقف. أوكي. يعني انا بقول رايي يعني. والحقيقة كنت أقول آراء كتير، وطبعا بعضها ما بياخدوهاش، بعضها بياخدوها يعني بالمناقشة مع بعض. طب إلى أن جه مسلسل أهل كايرو. أيوه. وكان في صديق اسمه كمال منصور وصديق اسمه محمد علي، الاثنين دول كانوا مساعدين للأستاذ يوسف شاهين. وبعدين جم قالوا لي إيه رأيك ما تجرب تعمل كاستنج؟ أنت عندك لا قالوا لي تعالى جرب عندنا دور. شكلك كده في البدلة والكرافتة والحجارة دي محامي في مسلسل اسمه أهل كايرو. فأنا قلت لنفسي هم محمد علي وكمال أول مرة بقى مخرجين. أيوه. والأستاذ خالد الصاوي أول مرة بطل، والأستاذ راني يوسف أول مرة بطلة. وأنا أول مرة أمثل، فاحنا نجرب ونلبس كلنا في الحيطه بقى يعني. لسه بسال، حتى ما كانش في مثلا كاستنج او اي حاجه؟ لا نجرب على طول. لا هو صداقه، وشايفين ان انا حد مقنع في شكلي، في كاريزما، في صوت حلو. تعال. كانوا 12 مشهد عملتهم في يوم. واو. ما هو اللوكيشن. أيوه. ما هو مكتبي. أيوه. فانا بلبس بدله كحلي، يجوا بتوع حلقه واحد ويمشوا، بتغير بغير، يجوا حلقه ثلاثه، ومشاهد كلها صغير. أيوه. يعني مش ما عنديش ديالوج. أيوه. طويل يعني. وكان ده قبل رمضان بسبب يعني شهرين ثلاثة كده ولا حاجة، ونسيت بقى. نسيت القصة. يجي رمضان أجي رايح العيادة بالليل ألاقي خالد صالح الله يرحمه، هو مريض يعني زبوني. يا زميل إيه ده؟ حلو قوي. سمية، غادة، كل أصدقائي اللي هم بيتعالجوا عندي فنانين امتدحوا هذا العمل. بقى دلوقتي الكلام ده 2010، احنا دلوقتي 2022، انا عندي 84 مسلسل. ما شاء الله. ايش اقرب مسلسل من ال 84 لقلبك؟ والله شوفي، انا ما زلت بتعامل مع الفن النهاوي. بعد 84 مسلسل وساظل. انا عايش دكتور. أيوة. انا عايش دكتور، ما زلت يعني لسه يوميا بتمارس مهنه الطب. طب يعني الفن بالنسبه لي وهو نوع من المتعه. بعتبره اجازتي، مبسوط ان انا مع اصحابي، بتمتع بقرايه الدور والسيناريو. بس التمثيل مرهق جدا يعني. ازاي المرهق. بتقدر جدا التصوير المرهق طبعا. ما انا باخدش برضو اصور 50 يوم في السنه. انا يعني انا جراند، مش بعمل بطل يعني. فالبطل لو عنده 700 مشهد في المسلسل، انا عندي 60. ايوه. عندي 100 يعني. وتقسمهم بقى على الايام، فتلاقي نفسك صورت 20 30 يوم فكه. كل ما يوم 5 6 مشاهد، مشاهدين ثلاثة. أيوه. مش مرهق زي البطل. أوكي. البطل بيعمل كم يومي شهور. أوكي. لكن أنا بشتغل مثلا شهر. وما هوش ورا بعض. مش ورا بعضه. فتقدر تزاول جنبه والمهنة بالضبط. وأنا مش بستمتع بالتصوير الحقيقي. أنا بستمتع بالتحضير. أيوه. إنك تقرأ الموضوع، انك تشوف علاقه هذا الشخص بمن حوله. هيتكلم، علاقته بنفسه، علاقته بالمكان، بوشه، بايديه، بجسمه، هيلبس ايه،
هيعمل ايه؟ لما يبقى مع مراته بيتكلم ازاي؟ مع اخوه بيعمل ايه؟ مع الشغل يعني بتبدا ترسم. دي المتعه. ايوه انك تقرا المسلسل بره، تشوف العمل بذهنك، تشوف العمل بذهنك. فلو الدور ممتع انت بتعيشه على الورق متعه. وبعدين المخرج بيقول لك هو شايف الشخص ده ازاي، صح، فتعيش انت في هذا المود يعني. بس لازم برضو الممثل بيبقى بيعمل تحضيره الشخصي، حتى لو المؤلف قايل له، حتى لو المخرج، حضرتك بتبقى عامل تحضيرك انت الشخصي كممثل للشخصيه. البروسيس دي او العمليه دي بتتم ازاي معاك؟ لان كل ممثل مختلف طيب عن التاني في الحته دي. سيبني اقول لك معلومه. لو اشتركنا كلنا في قرايه نفس النص، يعني الاستاذه وحضرتك وانا، كل واحد اشوفها برؤيه مختلفه. صح طبعا، مش رؤيه بس الشخوص يعني. انت شايف واحد تخين ورفيع، مش الشخوص، هتشوف التارجت مختلف. صح، الهدف. فلو انت ممثل شاطر هتبقى مؤمن ان اللي على الشاشه ده وجهه نظر المخرج في الموضوع، مش في الشخصيه بس. فقبل ما تقرا لازم تقعد مع المخرج يقول لك انا شايف الراجل ده كذا ووضعه كذا وعلاقته هنا كذا هنا كذا، بيتكلم بشده هنا كذا، لما يبقى بي 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 بيمهد لان هيعمل مفاجاه كذا هيبقى شكله ازاي، ويبدا يشرح لك تركيبته النفسيه. لازم تعتنق هذا الفكر وتقرا الروايه من وجهه نظره. كده انت ان انت مع المجموعه، لانك لو حضرت الشخص ده برؤيتك بقيت انت بره الموضوع. انا قصدي ممكن تحضره بعد ما تسمع من المخرج. بالظبط، التحضير هنا بقى له جوانب كتير. لازم تشوف هما وجهه نظرهم ايه في لبسه وتبدع، لازم تشوف وجهه نظره ايه في الحب، لازم حتى تبعته، ولازم في العلاقات الانسانيه هيشرحها لك وتبدع. فانت بتحضر نفسك صح لهذا الشخص، تخلق علاقتك بنفسك. انا بحب ايه في نفسي، ما بحبش ايه، الحاجات دي كلها. في مشهد الحب هبقى ازاي، في مشهد القسوه هبقى ازاي، في مشهد لو انا بنصح حد هبقى ازاي، لو عندي مشاعر اخوه او صداقه او هتبقى ازاي. بالظبط، خلق اللازمات بقى، ده مهم، الحاجات دي كلها. لو بقى في شويه عايز تحط له لازمه دي بقى بتتعب طبعا جدا. لازم يمرق فيها اظن اي ممثل، لازم يتعب حاله بالنهايه طبعاً، عشان يقدر يوصل الشخصيه اللي هو شايفها المخرج باسلوبه هو بالتاتش بتاعه، ولازم يستطعم التعب. صح، هو اصلا التعب هذا بطل حاسس فيه لما تشوف النجاح في النهايه. صحيح. يعني انت ذكرت كثير، اقول لك دكتور، ذكرت كثير دكتور، انه مثلا لما تم اختيارك لاول شخصيه باول مسلسل لك كان على عده عوامل، خلينا نحكي واحده منها هو حنجرتك، الصوت. بالضبط، الصوت. بدي اياك تحكي لي بصوتك واسلوبك الحلو. أيوه. واحده من الفويس اوفرز اللي ما في حدا بمصر او بالبلاد العربيه. هو الموضوع تطور اصله بقى، موضوع بقى الحجاره دي بدأوا يعرفوا من اول على الحنجره، ان انا عندي بيز فويس يعني. هو الحقيقه يعني الحنجره كانت بتبان في التصوير، وبعدين بدات ابقى اضيف كفنان ودكتور في حاجات اذاعيه كتير، ولي اصدقاء بقى مديرين محطات اذاعه وحاجات، فبداوا ايامها يستغلوا ان انا عندي بيز فويس. فبدات اقول هذا البرنامج ياتيكم برعايه مثلا، يعني في محطات كتير. عملت كرتون بصوتي. ايش هو الكرتون؟ يعني حاجات كتير، كان منها نيمو. عملت حاجه صغيره، انا بدي اوصل لنيمو لانه كلنا بنحب نيمو. كنت دور يعني في صغير. عملت مسلسلات اذاعه كتير مع الاستاذ هنيدي ونجوم كتير. عملت كتير اذاعه. يعني بعد كل ده بتقول هوايه؟ انا مش مصدق. هو كله هوايه يعني. ما شاء الله. ما عملت ولا فويس كوتشنج ولا درست تمثيل، هذا كله طالع من حب. ابدا ما خدتش ورش تمثيل ولا اي حاجه من دي، ولا ورشه ولا محل خالص. عمري ما رحت. بس رافض ولا ما جاتش فرصه؟ لا هو انا مش رافض، هو انا اعتقد ان انا بعرف اطلع ال 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 الكاركتر دي من المخرج. يعني انا بتعلم من حولي يعني. طبعا انا محظوظ على فكره، محظوظ جدا
يعني انا اشتغلت مع كل نجوم مصر. صح. يعني اشتغلت مع الاستاذه غاده والاستاذه سميه ومحمد رمضان وامير كراره واحمد السقا وكريم عبد العزيز، اشتغلت مع كل الجراندات الله يرحمه ومدام فردوس عبد الحميد. انا اشتغلت مع كل نجوم مصر ومع كل مخرجين مصر ما شاء الله. فاعتقد ان كل الناس دي اصحاب فضل لان هم عشان هم كبار ما بيحبوش حد قدامهم بيبقى عنده اخطاء. فانا كنت بتعلم كل يوم حاجه من حد واجيد، وما بخجلش ان انا قدام اي حد ويوجهني طبعا واجيد إيه انت ازاي تاخد المعلومه وازاي تصنع منها تصنع منها خبره. فانا اعتقد ان في 12 سنه بقى عندي تراكمات وخبرات من الكبار، وده حظي ما شاء الله. يعني انا اشتغلت مع اعظم مخرجين مصر، يعني عايز اقول لكم ان شرف مثلا انا بناله هذه الايام ان الاستاذ محمد فاضل اختارني في المسلسل بتاعه عندي 8 مشاهد. اوكي طبعا نوجه له تحيه محمد فاضل طبعاً. طبعا علامه على رغم ما يحدث، يعني استاذ فاضل علامه في اشتغلت مع الاستاذ محمد سامي، اشتغلت مع الاستاذ احمد مدحت، اشتغلت كلهم عشان ما انساش كل دي اسماء كبيره جدا. هلا عم تشتغل اظني مع المخرج محمد فاضل صح دلوقتي في مسلسل انا ما بدي اياك تحكي لي الضاحك الباكي اللي هو بيحكي عن حياه النجيب الريحاني. ايوه فيعني بدون حرق هيك احكي لنا شوي عن دورك وعن لا هو بيتذاع المسلسل خلاص ما فيش بيحرق بقى خلاص اوكي مسلسل. يعني بركي في ناس مش شايف هو الحقيقه الاستاذ فاضل رشحني الدور رغم ان مشاهده قليله لكن هو اختياره يعني طبعا عجبني لانه هو الاستاذ فاضل طبعا ده اول حاجه. لكن هو دور محامي، هو دور محامي، المحامي ده صديقه احد البشوات وهو المحامي ده يحمل لقب بيك، يعني هو محامي ذو قدر مجتمعي يعني ومشهور. بديعه مصابني بتتهم ان هي على علاقه بهذا الباشا اوكي اللي هو صديقي فاول بتتهمها مراته مرات الباشا رغم انهم اتمسكوا قاعدين في جنينه يعني مش قاعدين في مكان تاني يعني. فبيندهلي يقول لي بسرعه الحق عشان بديعه راحت الاسم وخدت قضيه عندها قضيه. فهذا المحامي الباشا بيروح للاسم عشان يشوف بديعه ويعرف القصه ويعرف الموضوع فبتعجبه اوبا يتحرك الذئب داخل هذا الرجل وهي راقصه بقى فهو الراجل وبعدين تاني مشهد عنده مرافعه بقى باللغه العربيه مرافعه عصماء عشان يخرجها وينجح في انها تخرج فيتقابلوا في كافيه عشان تشكره فيعزمها على الغداء عنده في العوامه فعجباه فتزرجن فيغتصبها اصلا ده موضوع فيه تويست كمان علاقه غير شرعيه وبعدين هي تتزنق في 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 ازمه انسانيه كده في حياتها فتلجا له ما هو مصاحبها يعني فيرميها في الشارع اصلا بقى هو طلع ذئب فعلا جدا لكنه دور هيعلم وانا بحب الادوار دي اللي هي الناس تفتكره طبعا حتى لو انا عندي 5 مشاهد بحب ده قوي وببقى فرحان قوي لما انزل الشارع ويقولوا لي باسم الشخصيه يعني شويه يقولوا لي زكريا شويه يقولوا ممدوح شويه يقولوا مش عارف الحاج سعيد يعني. الحاج سعيد بتاع البرنس يعني انا بحب قوي في الشارع ان الشخصيه تبقى يعني فيلم ريجاتا مثلا تترك بصمه عند المشاهدين بالظبط فيلم ريجاتا مثلا انا كان عندي برضو فيه 10 12 مشهد لكن انا كنت بمشي في الشارع حد يقول لي يا حبيبي يا جوز بنتي يعني اصلا بقى اللي هو اللي انا قلته الشخصيه انا حابب ده ايوه ومش باصص في الفن الاكتر من ده انا شايف ان انا بعمل حاجه بحبها وبعملها من قلبي فرحان بيها زي ما احنا فرحانين اكيد الله يخليك وجايب لي حب الناس يعني حب الناس وانا سعيد بيه جدا وده اعتقد اللي بيغذي حضرتك مظبوط وجايب لي احترام المخرجين لان هم شايفين ان انا حد بعرف اعمل اللي هم بيشوفوه وده عامل لي اكتفاء نفسي يعني وذاتي عن جد جميل. عن جد اول شيء بنحكي لك جود لك في مسيرتك الفنيه لسه على قولتك لسه 86 او عم تحكي لساتك عم تتعلم طبعا بالفن وبرضه يعني انا رح اجيك زياره عندك على العياده عشان مشاكل الهضميه والداخليه والبطنيه اللي عندي انا هاجي لك انا وراك يعني هي العياده كشفها مش كتير قوي تنوروني وتشرفوا ثانك يو احنا جد انت اللي نورتنا نورتنا هو
وهن، وسعدنا جدا بوجودك دكتور محمد. نورنا النهارده الفنان محمد غنيم، نشكرك جدا على تواجدك معنا في وهن. ربنا يخليك، شكرا جزيلا. احنا لسه مكملين حلقتنا، ومعانا في فقره المطبخ الشيف الكبير جدا حبيبي وصديقي الشيف شريف عفيفي بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني يا احلى ناس في العالم، في احلى فقره في العالم، مع احلى شيف في العالم. مش انا، هو اكيد انا احلى شيف في العالم، بس في كمان شيف حلو جدا جدا في عالم الطبخ، وهو صديقي الصدوق ونجم القنوات الفضائيه ونجم الشركات العالميه، الشيف شريف عفيفي. عمرو شفت وحشتني. وانت كمان شريف، قولي انك انت مش نرجسي زيه. اكتر بطريقه مختلفه. شفت انا وعمرو صحاب جدا، احنا بنجتمع في حاجات وبنختلف في حاجات، بس في المجمل كده احنا شبه بعض جدا. طب انا لا، انا عايزاكم تختلفوا ان شاء الله في الفقره دي. تختلفوا اكتر؟ مش عارف، انا بني احنا بس كنتوا صحاب، وانا اصلا انا مش صاحبتكم. طب خلوني صاحبتكم وبنقلب على بعض. على حسب اتيتيودك، لو اتيتيودك كان كويس هنقبلك معايا في الشله، لو مش اتيتيودك كويس هو عارف انا بعمل ايه في اللي مش هتتيدهم كويس. انا ما بدي اكل شرير شويه، يعني في كده شويه شر. انا ما بخاف شر زعاف، ما بدي اقول لك، ما بدي اكل من الحواوشي تبعك اليوم. لا 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 اصل بصي، احنا اشتغلنا مع بعض انا وشريف في برامج كتير جدا، هو استضافني انا استضفته، قعد بنقعد نعمل كده، هو انا وهو بنتنطط في القنوات وبنستضيف بعض، يعني لازم نفتح كده البرامج ببعض. لازم. لا حلوه السفره اكيد، كثير مبسوطين بوجودك معنا والله. عامل ايه؟ طبعا شريف عفيفي غني عن التعريف، مش انا اللي هعرفه، يعني انتوا كلكم عارفينه وتتفرجوا عليه على التلفزيون، تتفرجوا عليه على السوشيال ميديا. وبنفخك كفايه بس عشان تنفخني، انت لازم ترد. انا ما ردتش في ايه؟ هنعمل ايه النهارده؟ بص يا سيدي، لما روان كلمتني في حيواتي احنا النهارده نعمل اكل سوا. روان الفود كونتنت برودوسر، بنتكلم عنها كتير، بقت صديقه البرنامج خلاص. فقلت انه تعالى نعمل اكل احنا كلنا بنحبها وبنحبها في كل الاوقات وكل الازمان وسهله الصنع. النهارده هنعملها بطريقه اسهل كمان، فهنعمل النهارده حواوشي. اوكي. الحواوشي اعتقد انه الكبار والصغيرين بيحبوه، مفيش حد ما بيحبوش، وسهل الصنع وبيتاكل بره البيت وبيتعمل جوه، بيتعمل في كل يعني بكل الطرق. صح. فالنهارده هنشوف طريقه سهله جدا بسيطه جدا، تتعمل في الطاسه بدل ما ندخل الفرن والحواوشي بقى ينشف ومش عارف يحصل ايه، فيش الكلام ده بقى. نشوف طريقه لطيفه جدا ومميزه جدا. طيب نعمل كده. وايه تاني معايا؟ هنعمل معاه سلطه الطحينه بطريقه برده سهله مبسطه، عشان الطحينه بتليق مع الحواوشي. هنعمل كمان سلطه بصل بالسماء والطماطم والكزبره، انا بحب السلطه دي جدا وبعملها في كتير من الاطباق ونفسي ابطلها، لانه بقت كل صور الاكل بتاعي معاها دي. معاها دي في راكور دي، فانا يعني اسمح لي النهارده ان انا هعملها النهارده. حبيبي انت تعمل اللي انت عايزه. حبيبي ده احسها لايقه كمان مع الحواوشي، ظابطه معاها. بصل، طماطم، سماء بيدي مزازه، وفي كمان كزبره، كزبره ريحه عطريه جميله جدا. الله، انا بحب مفردات شريف جدا، هو كده حاجه كده فخمه في المفردات اللغه العربيه، فبحبها. بيقول لك سهل الصنع. خدت بالك في الحواوشي؟ شايف شويه انا بس بحب الموضوع ده. فاكر في اكل شوارع كنا بنقعد نسايكب في الحته دي كتير. طب قول لنا المكونات وبعد كده ندخل بقى نهلس. طب يلا بينا، تعالى نبتدي. بص، الحواوشي مكوناته بسيطه. عايز دي؟ لا انا هقوله مع طول خالص. الحواوشي مكوناته بسيطه، وكل ما زادت التوابل كل ما كان الطعم متلخبط. مش ما تبقيش واخده بالك انت حاسه بايه. يلا هو عشان دلوقتي يلا هنعمل عايزين لحم مفرومه. أوكي. عايزين بصل مبشور، عايزين ليا، ودي دي طعم قوي جدا. عايزين اثنين بس من التوابل، عايزين سبع بهارات، وعايزين جوز الطيب، ملح وفلفل اسود، فلفل حامي على حسب الرغبه هنحط قد ايه، ورق بقدونس او كزبره، مش اي حاجه تاني. بس يجعني. بس كده الموضوع بسيط جدا. اقول كمان بقيه الريسيبي؟ يلا قولهم عشان نخلص منهم كلهم مره واحده. كنا لسه بنتكلم على سلطه البصل، دي فيها بصل احمر وطماطم، ممكن مكعبات طماطم عاديه او طماطم تشيلي على حسب المتاح. سماء، ورق كزبره، ملح وفلفل اسود، شويه زيت زيتون صغيرين، وممكن معلقه خل تبقى حلوه جدا برضه مزازه. طبعا سلطه الطحينه، طحينه وتوم، ملح وفلفل اسود، خل وليمون وزيت زيتون. ده ليمون معصفر؟ خلاص خلصت. ده ليمون معصفر. هنعمل الطحينه بالليمون معصفر. فاحنا مش هنضيف ليمون، هنضيف ليمون معصفر للطحينه، يدي طعم حلو ومخلل جميل كده. وطبعا بقى هنقدم معاها الجرجير والطرش. الله، عارفه يعني ايه ترشي؟ مخلل. لا مخلل. مش هالدرجه خلص. كبيس تحس لي؟ لا انا مخلل بنحكي كبيس، اهل يعني الشام ولبنان بيحكوا عنه. يلا بينا نبتدي. يلا بينا نبتدي. بصوا بقى انا هعمل ايه. اول حاجه هبتدي بيها هي عمل الخليط بتاع الحواوشي نفسه.
اكتر نصيحه احب اقولها يعني في الحواوشي انه كل ما زادت الرطوبه كل ما كان البصل مش معصور كويس كل ما الحواوشي مش هيطلع مقرمش واحنا عايزين حواوشي مقرمش فخلينا نعصره كويس صح احنا بنبشر البصل وبعد كده بنعصره كويس جدا ناخد منه التفل بس بالزبط. نعمل بيه الحواوشي عشان ما يبلش العيش عشان لو العيش اتبل مش هيتحط صحيح ده حقيقي فنحط اللحمه المفرومه كده و هحط عليها كل المكونات بقى مره واحده فانا هحط دلوقتي اللي هي على اللحمه المفرومه اللي دي بتعمل طبعا طعم قوي جدا اللي هي مبشوره صح اللي هي مبشوره وهحط رشه من جوز الطيب ما بنزودش جوز الطيب علشان اي توابل بتزيد بتمرر بتخلي طعم الاكل نفسه مش باين فتبقى انت مش حاسس بطعم الاكل حاسس بطعم التوابل صح رشه من الملح كافيه لكميه اللحم تبان كتير بس ده على قد كميه اللحم والفلفل الاسود ضروري جدا برضو قول لنا سر اللغه العربيه دي كنت اشتغل في سبيس تون قبل كده ولا انا اللي كنت بدبلج الافلام التركي قبل ما تتعرض في الوطن الله عليك الله انا كنت قاله عن جد بعدين استوعبت طبعا بس لحد دلوقتي البقدونس هنا انا كده مش محتاج اي حاجه تاني ممكن اروق الدنيا كده وايه كل اللي انا هعمله ان انا هخلط ده مع بعض كويس جدا اوكي شريف انت كان اول ظهور ليك في التلفزيون كان على قناه المحور صح واول طلعت معاه على شاشة النايل سات كان رأي الله الله أنا أحب أشكر رأي شكر كبير جدا رأي على دعمك وعلى نصايحك في أول حلقة أطلع فيها على التلفزيون في حياتي كلها دي حاجة طبعا كبيرة طب جدا طب إيش نصحك حكينا ولا نصحنا ولا قلنا إيش رأي بالحضن وقلت له ازيك يا رأي لأنه أكيد طبعا دي كانت ذكريات حلوة جدا طبعا فاحنا بنحبك يا رائد بنعمل لك قلب احنا كمان لا انا لا لا انا رائد زعلانه منها لا؟ نصيحه واحده ما نصحتني ما تقوليش كده اوكي اداني حته اداني مرهم انا مسميه مرهم هو رائد كده بيدخل يدي مراهم لا انت عارف انا يعني ما بحبش حد ابدا 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 يقول لي مثلا تعالى اللوكيشن من اوضتي الا المخرجنا العظيم هو كان عنده اسلوب كده يعني حتى لو هو رائد انسان رائد فعلا ايوه جدا يعني انت مش هتزعل منه أيوة. هيعمل ايه انا بني ادم في العموم ما بحبش حد يزن عليا مش حد يقول لي يلا بقى انت عارف انت شفتني كل شفت كل السايكبه في كل مره حضرنا مع بعض كل حاجه احنا حضرنا تو ماتش مع بعض يعني ايش اسوء موقف عمله عمر معك او اكتر موقف ما بتنساه بصي هقول لك حاجه يعني اعتقد انت عارفاها برضو هيبقى لي عارفها انه الشغلانه بتاعتنا تبان للمشاهدين ان هي شغلانه سهله فلافي وسهله كده وبسيطه بس كتير جدا بيبقى عندنا اوقات تصوير كبير يعني مثلا تروح مثلا تقعد 8 ساعات تصور او 12 ساعه اللي انا حضرته مع عمرو كان تصوير اكتر من بني تصوير اعتقد 30 ساعه لو تفتكر انا فاكر طبعا لا انا في كان في حاجات انا بمسك الطاسه بتقع من ايدي خلاص بقى الاعصاب ما بقتش موجوده بنصور عدد جدا. حلقات غير ادمي اوف شريف كان معايا في برنامج من البرامج على قناه صحيح. مشفره كان شريف الفود كونتنت بروديوسر وكمان كان ضيفي في البرنامج ده البرنامج ده كان لذيذ جدا احنا كنا عاملين شغل لذيذ جدا فيه صحيح. فشريف حضر فعلا معايا ظروف تصوير غير ادميه صعبه جدا غير ادميه مع اشخاص غير ادميين يعني سيب المرور الادميين ده غير الكلام ان هو الموضوع كان صعب جدا بص هي الصناعه مش سهله طبعا. وفيها تحديات كبير دي حقيقه وبتيجي كتير على يعني نفسيتك على صحتك وعلى نفسيتك خاصه لما انت تكون شخص بيهتم جدا بالمحتوى وعايز كل حاجه تطلع بيرفكت في الحاله دي بالظبط في الحاله دي كده هو كمان بيهتم جدا بالمحتوى هو كان بيشتغل معايا كمان على المحتوى مش بس مجرد ضيف يعني ده حقيقي والله بس كان برنامج لذيذ في الاخر بغض النظر عن كل التحديات اللي احنا كنا بنعاني منها بعد كل المجهود اللي اتعمل في الاخر لازم تطلع الصوره حلو صح المعاناه بس اللي بتحس بيها وقت الشغل نفسه بتبقى مؤلمه لكن بعد كده خلاص انت عملت مجهود كافي ان المحتوى يطلع شكله حلو فخلاص احنا كنا بنرقص وبنغني وبنقع على الارض ورا الكاميرا المعتاد يعني بجد البرنامج ده كان هلس هلس كتير كان فيه اكل حلو قوي كان فيه صوره حلوه كان فيه كل حاجه بس كان صعب قوي كواليسه قوي انا بذكر اول برنامج عملته مع عمر كان هو في طارق عندنا وعن جد كان من يعني لانه اول برنامج لي كمان على التلفزيون انا مذيعه راديو اصلا مش تلفزيون فكان بالنسبه لك
وعمر انا ما بعرفه بس خلص في كيمستري بيني وبينه صارت. فاولها انه خلص بس بدي امشي الدنيا لانه هو بيرفكشنست. اه صح. فكان بقى مع بعض كده شويه جنني جنني اولها قبلني بس بعدين خلص فهمت. لا ده طيب خالص. بس يعني متنمر درجه اولى. اوكي. دمه خفيف مرات. هو صاحبي من 10 سنين. يعني القصه ان انت بعد ما تعرفي شخص بفتره يعني في اول في انطباع مبدئي. فانا مثلا شفت عمرو النهارده وتعاملنا مع او غير عمرو شفت راند النهارده واتقابلنا وتعرفنا على بعض واتكلمنا كلمتين ثلاثه بتاخدي انطباع. صح. انطباع مبدئي. صح. مش شرط ان يكون ده اللي هيستمر. صح. لانه ممكن يكون الشخص ده بيتعامل بطريقه دي لسبب ما او في بالضبط. ضغط معين او في حاجه معينه حصل. أوكي. فانا في الاول كنت فعلا مستغرب شويه طريقه عمرو يمكن اللي هو انت ليه بتعمل كده حتى. لكن بعد فتره خالص بتبقى فاهم ان الشخص ده شخص لطيف طيب عايز ياخد باله بس من الحاجه اللي هو بيعملها ياخد باله من الشعور وهكذا. بصراحه لا انا بتسلى كتير مع عمرو بصراحه. انا في الاول الناس بتفتكرني كريسبي بس انا من جوه طري والله من بره بس مقرمش بزياده. طب بدي اسالك انا سؤال مني بقى لانه انا لاحظت مثلا عمر عنده الاون تاتشز تبعته بطريقه طبخه وانت نفس الشيء يعني. صحيح. انت وصفه من وصفاتك وقلت لك قبل شوي عنها استغربت منها. منزل وصفه كان عمر كبده مع ريحان مع بيستو صوص. هقول لك يبان للناس لكثير من الناس خاصه ما بتحبش مثلا الكبده على سبيل المثال ان ده عك او ان ده هو ليه حاطط ده على طب ده مش هيليق على ده. الاكل في النهايه هو وجهه نظر. احنا بنتعلم طبخ انا اتعلم طبخ عمرو اتعلم طبخ روحنا مدارس اتعلم فيها طبخ بنتعلم فيها اصول الطهي اصول الطبخ نفسه. الريسيبي دي وجهه نظر. ممكن تبقى وجهه نظرك وجهه نظر غير معتاده. ده مش معناه ان الاكل ده يطلع وحش. ممكن يطلع حلو جدا. ممكن تبقى وجهه نظر في محلها. ممكن تكون وجهه النظر مش مشهوره لكنها حلوه جدا. فده شيء ممكن. انت جمعت يعني شغلتين بتحبهم مع بعض. انا بحب الريحان جدا وبحب الكبده جدا. فانا عملت ايه فانا جمعت الاثنين دول مع بعض. عايز اقول لكم حاجه بسرعه. اللي انا بعمله هنا دلوقتي ده ان انا بسوي الحواوشي في الطاسه. عشان اسوي الحواوشي في الطاسه محتاج تقليب مستمر يعني اقول وسقسق شويه زيت كده. ايوه فاكر موضوع السقسقه والحاجات دي. انا لسه بقول لك كان عندنا شويه مرادفات كده برده بنقعد نقولها. كان لازم في حد فينا بيسقسق وحد بيمسك حد بيعجن وحد بيعمل. وبعدين انا بحس ان الطبخ برده نشاط جماعي نشاط اجتماعي وجماعي. فحلو انك تعمل حاجتين مع بعض او حد يساعدك في حاجه مش عارف ايه بيبقى لطيف جدا. زي راند كده يعني كان في طرق عندنا ما بتعملش اي حاجه بتقف جنبي بس يا كذاب. انا معجب جدا بروح التعاون. البرنامج جميل قوي. ما كلمتنيش من زمان ليه؟ احنا البرنامج ده ما بنعملش حاجه احنا بنضرب في بعض. لسه الصبح عم بقول لي انا ما بعرف شو بتصير لنا بس نفوت مطبخ انا وياكي بنقلب على بعض. بس على فكره انا ما كنتش هنولع مع شريف. انت بتخلي بتعملي تريجر. انا مع شريف في البرنامج كنا بنحب بعض جدا ما نضربش في بعض خالص. والله. صح؟ يعني كنا ايه ما نضربش بعض بشكل مباشر بس ساعات كده عمرو يحس ده بالجذب شريف انا هخنقك دلوقتي. عمرو انا هقتلك. لا بس على الهوا ما بنضربش في بعض. انا على الهوا بقى انا ورند بنقتل بس الراجل ده سبايسي برده بتحس كده ان البرنامج لطيف. أيوة. وفي يعني بتحس بالملل بتحس ده دي حقيقه هيضربوا بعض دلوقتي. ها هيجيبها من شعرها. لا مش هيعمل كده. بس اعتقد عارف ليه لان هي مش شيف. اعتقد ان احنا لو اتنين شيفات وبنضرب في بعض على الهوا البرنامج مش هيبقى حلو. ده برنامج هيبقى فاشل. لا مش شرط على فكره ممكن نجرب نعمل كده. انا موافق جدا. اضربه هلا احب. تعالى هدي النار شويه يلا وايه نعمل سلطه الطحينه. احنا قلنا مقاديرها خلاص هي سهله جدا وبسيطه. تعالى نشوف بقى بتتعمل ازاي. في ناس بتعمل الطحينه بميه ساقعه وناس بتعمل الطحينه بميه سخنه. احنا ميه بقى ممكن بقى اديلك يعني ايه ندي كده الساده المشاهدين ايه اللي هيحصل لما نعمل كده وايه اللي هيحصل لما نعمل كده. الطحينه بتتعمل بميه ساقعه زي الطحينه الشاميه البيضه بتفضل فيها قوام كده مرمل. ايوه. الميه السخنه بتدوب الطحينه فبتخليش القوام المرمل ده موجود. صح. ده مش وحش وده مش وحش ده مش حلو ده مش حلو على حسب قصدي على حسب كنت. احنا هنعمل ايه النهارده بالظبط. فانا دلوقتي هعمل بميه فتره ميه من الحنفيه. طريقه سهله جدا وبسيطه. شوف بتتعمل ازاي. بالمضرب ده هحط بقى رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح وهنحط ثوم. الدبلجه بقى العاميه تنزل تحت. يبقى في سب تايتلز عاميه مصريه. بص بقى انا هحط ليمون معصفر فمش هحط عصير ليمون. طب هل دي كميه الليمون دي كتير؟ كتير لو انا عايز احط ليمون بس هي اصلا طحينه بالليمون المعصفر. بالظبط. فالمنطقي ان الليمون المعصفر يكون هو النجم في الوصفه دي. بالظبط. اظن لو تحطهم بصحن احسن. الايه؟
ولا خلص لسه بدك تشوفهم؟ لا لسه شويه صغيرين كمان، عشان كده انا هديت النار وهقلبهم قلبتين كمان كده. يلا هنزل بالميه بقى واحده واحده بالتدريج. طب سؤال، انت حكيت انه الطحينيه لما تكون المي سخنه ومي بارده بيفرقوا حسب كمان الطبخه، ايش في طبخات بتتاكل بهاي الطبخات؟ يعني هديكي مثال الطبخات الشاميه. اوكي هديكي مثال برضو صريح جدا، ليه بنحط على الحمص بالذات تلاقيه كمان في المطاعم والاوتيلات والاماكن المحترفه، او تتفرج على فيديو لحد يعني محترف بالظبط، هتلاقيه مثلا وهو بيضرب الحمص في الخلاط بيحط مكعب ثلج. ليه بيعمل كده؟ علشان ما يغمقش وعلشان في نفس الوقت يفضل مرمل شويه. ما يغمقش. لو انت انا كشيف مصري كده، لو انا ما اعرفش في الكلام ده كله، مش قصدي حاجه يعني، بس قصدي لو انا مش تخصصي المطبخ الشامي واديتيني مكونات الحمص عشان اعمل سلطه حمص، مش هبقى عارف الخطوه دي بالظبط، فهضربها في الخلاط فهتطلع كريمي. مش المفروض تطلع كريمي سلطه الحمص؟ ما بتطلعش كريمي سلطه الحمص، بتطلع فيها كده مرمله. مرمله بالظبط. ما هو الفكره انه الشيف لما بيكون دارس او بيكون عارف هو بيعمل ايه وعنده خبره في كذا مطبخ بيعرف المعلومات دي. انا اتعلمت المعلومه دي مش بقى في المطبخ الشامي، اتعلمتها في المطبخ الهندي من المنت شاتني او الصوص بتاع النعناع الهندي. بتحط في الصوص ده ثلج وهو بيتضرب عشان النعناع يحافظ على اللون الاخضر بتاعه. هي اظن من السلاح بتاع البلندر بسخن، السلاح بيأكسد النعناع فبيسود لانه بيدي له حراره. والله ما انا شاطره بدي زقفه على فكره، انا اللي قلت المعلومه دي بعرف عشان هيك ولا ايش؟ من بيت ابوي بدي احكيها بعرفش. لا انت شطوره. خلاص رندا اصلا بقت متخصصه برامج طبخ، خلاص يعني مذيعه متخصصه في برامج يعني كده في منافس بقى كمان بالظبط، المنافسين هيزيدوا واحد بس هي متكلمه فقط. انا بس ببرم وباكل. طب ايه المشكله؟ السلطه دي بقى عايز تدوقيها تعجبك قوي. انا بعمل ايه؟ انا بحط البصل وبحط عليه الخل. ليه؟ علشان عايز البصل يبقى مبلول كده، فلما انزل عليه السماق السماق ينزل على البصل بالظبط. تجيب بس من ورا تونج كده او حاجه، يلا براحتك نقلب بيها. عظيم جدا ده الطنج بتاعي ده. الله بحبه قوي. ده بتاعك الشخصي؟ بتاعي الشخصي من البيت. بركاتك. بحبه قوي. بركاتك. بتاخده وانت مروح بقى ولا خلاص؟ لا بسيبه خلاص، سبته هنا، جبت واحد تاني. الدار امانه. طيب حلو. بس انا كده خلاص هحط بقى رشه من الملح صغيره، سماق ميزز وحادق سنه، فبناخد بالنا من القصه. احنا بنحطه بشاورما اللحمه. انا بحب الشاورما اللحمه دي جدا. مع الطحينيه بس مش مع ليمون. جدا. في بقى طريقتين، في طريقه بتخلي البصل طري شويه ان انا بفرك البصل بيه. انا ما بحبش اعمل كده لما بيكون يعني مثلا في وصفه زي الحواوشي. انا عايز يبقى فيه قوام كده للبصل وفيه قرمشه، الاكل كلها مقرمشه مع بعض وهيتحط طماطم والكلام ده كله، فما بعملش ما بفركش البصل في ايدي. لو انا مثلا بقدم حاجه مقليه على السلطه دي، لا بفرك بقى البصل بايدي واخليه انعم من كده واطرى وقوامه ابصر. صح. وما ينفعش لو انا هفرك احط الطماطم وكده افرك، يعني طبعا ايه هتتوفى قبل بقى الطماطم هتعيط هتتبل تعمل كده. بس ناخد بقى ايه رشه من زيت الزيتون، ده دي طبعا طعم قوي جدا. تعرف ايش اسم الحركه لعمر حلمي يا شريف؟ اسم الحركه؟ اني واحد عمر حلمي زيت زيتون او عمر زيت زيتون بينام بشرب زيت زيتون بتحمر زيت زيتون. هو عارف الموضوع ده حقيقي. مش معقول. بس هو زيت زيتون حلو جدا اكيد. انا عارف انت كده برضو اكيد صح. انا عشقي وغرامي زيت الزيتون طبعا بكل شيء. انا اول مره بعرف انه بنطبخ زيت الزيتون من عمر حلمي. لا دي بقى دي يعني دي معلومه مغلوطه، واعتقد ان احنا انا وانت هنفضل نحاول نصلحها بس مش هتصلح. وضحتها كتير قوي على الاقل عشان نحضر وعلى كل القنوات. كنت اعمل زيك احنا خلاص يعني هنقعد نقول كده لغايه ما تشوف ايه اللي هيحصل. بس الغريب ان هي اردنيه ومش مقتنعه انه بنطبخ فيه. بس انت قلت يا عمرو السبب ليه ممكن نسوي زيت الزيتون صح؟ طبعا. وازاي نسوي ونعمل زيت الزيتون؟ هلا انا مثلا بعمل بيض مع زيت الزيتون. بيض مع زيت الزيتون ان المسخن اشهر اكله، بنسقسق الاكل زيت الزيتون. احنا كمصريين البيض لازم زبده، ما ينفعش زيت الزيتون. انا صراحه بحبه بزبده اكتر بس برضه باكله بزيت الزيتون. وفي ناس بتعمل البيض بالسمنه. لا انا ما بحبه. حلو جدا. ما بحبه انا. السمنه البلدي انت بدقتيش بس سمنه بلدي. دقتيها بسد الحنك. عملت لك سد حنك. سد الحنك يا لهوي. سد لي حنكي طبعا. ده انا عملت كل حاجه هنا. انا بص انا نزلت لحد العربيات وعملت كل حاجه. يا سيدي لا 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 لعبنا كل اللعب. احنا عندنا وقت قد ايه؟ هل نقدم ولا استنى شويه؟ احنا قدامنا وقت قد ايه؟ لسه كده الاستاذ روكي. اربع دقائق. لا نقدم. يا سلام. طب بص بقى. طب انا عايز اسالك الشيف على حاجه وانت بتقدم. انت جدك كان شيف كبير في الأصول الملكية. استفدت إيه من ده؟ بس أنا ما حضرتش كونه شيف لأنه جدي مولود 1920. فأنا ما حضرتش
ما حضرتش وجوده كشف بيشتغل لكن لكن انا حضرت حكاياته. ايوه حضرت قعداته وهو بيتكلم وبيحكي لي عن طبعا كان هو كبير جدا في السن وانا كنت طفل بس ده اثر فيا جدا وخلى عندي كده ايه كان عندي بالظبط كان عندي شغف كبير ومحبه للوظيفه والمهنه دي. درست حاجات تانية درست اداره اعمال وحاجات شبه كده واشتغلت في شغلانات ليها علاقه بالبيزنس لكن فضلت بذره الحب دي جوايا. صح لما جات لي فرصه ان انا امتهن المهنه دي وان انا اشتغل الشغلانه دي ما ضيعتش كل حاجه وهي هي هي شغلك الاساسي. الشريف هذا هو شغلك الاساسي. اصبح شغلي الاساسي من مجرد 4 سنين. فبتحس حالك بتلعب كل يوم صح؟ ايوه طبعا متعة الواحد الشيء اللي انا بحبه بشيء بيحبه سبحان الله. بالظبط عمري احنا عندنا سكينه هنا ممكن عندنا هنا في اخر البتاع ده دي نسي بقى اللي انت عايزه في بقى سكينه اكبر من كده كمان شايف نايف لا بتعمل كده لا لا مش موجوده لا عادي ولا ممكن لو كنت قلت لنا بقى قبل ايه برد شويه وبعدين تعال نشوف بقى ايه تقديم الطبق ده. ممكن ان احنا يبقى عندنا اطباق مختلفه متعدده نقدم احنا نقدم الاكل هنا صح يعني بعدين يعني اعمل اللي انت عايزه هناك وبعد كده هاته هنا. ممكن يبقى عندنا اطباق متعدده فيبقى عندنا الطبق الحواوشي نفسه في طبق وفي طبق قدامنا هناكل فيه مثلا وعندنا السلطه في طبق والطحينه في طبق والمخلل في طبق والجرجير في طبق او ممكن زي ما بحب اعمل ان يبقى الطبق ممتلئ طريقه كده الطريقه بتاعه دول البحر الابيض المتوسط تلاقي كده في طبق فيه كل حاجه تروح مثلا اليونان كده تلاقي في طماطم وجرجير وبصل والبروتين والنشويات انا عايز ده وانا كمان احنا من البساطه لا رواج في الموضوع انا مش بحب اصلا انت عارف من زمان انا ضد الفاين دايننج مش ضد المفضل انت بتاكل فاين دايننج في بعض الاحيان لكن مش هو ده مش عامله مش هو ده اكل الروح زي ما بيقولوا كده لا مش هو ده اللي هتقعد تاكله انت كنت فتره ماشي جدا جدا في السكه دي كنت لسه بقول لريي حالا دلوقتي قبل ما ندخل كان هو بيقول يعني انه انت كنت بتعمل اطباق زمان صغيره قوي كده وبتاع قلت له انا بطلت الموضوع ده خلاص خلاص رجعت الاكل بتاعنا على كيف لانه اللي بتعود كمان على طبيعه اكلنا وانه احنا كرماء واهل مصر كرماء وعن جد ده حقيقي بصفي لما تلاقي البورشن هالقد بصفي انا ايش هالمطعم الكحتوت انا بصي انا بالنسبه لي انا عشت بره مصر في اوروبا والاطباق دي كانت بالنسبه لي فاميليار جدا بس عمري ما كانت بتغذي روحي وبتملى قلبي وبتدفي قلبي زي ما انتم بتقولوا فلما رجعت الصراحه بعد الدراسه هناك والدراسه في مصر درست في نفس الاكاديميه اللي كان شريف بيدرس فيها ما حبيتش ان انا اقدم ده انا حابب اقدم اكل الناس بجد تتبسط بيه وتشبع منه هو الاكل صحيح وده الاكل اللي احنا بناكله في بيوتنا وده لما بيوحشنا اكل بناكله وده اللي اتربينا عليه بالظبط لا الموضوع يعني ايه ليه جوانب سيكولوجية ده حقيقي شريف انت بتعمل فويس اوفر كمان انا بحب جدا الموضوع الفويس اوفر ده وما عرفتش الموضوع ده غير كده ايه يعني بالصدفه يعني انا ما كنتش عارف ان انا رايح اعمل فويس اوفر بس لما عملت الفويس اوفر اللي هو انت يبقى فيه فيديو او فيه تعليق صوتي الموضوع في الحقيقه عجبني جدا ممتع جدا انا بحب اللغات قوي وافتكر ان انا ما كنت في المدرسه حتى كنت شاطر قوي في اللغتين اللغه الاساسيه واللغه الاضافيه فعجبني جدا الموضوع ده فلما جيت اعمل موضوع الاداء الصوتي ده قالوا انت صوتك حلو قلت لهم والله الله يخليكم يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه تسلموا يا جماعه بس فعجبني جدا موضوع الفويس اوفر ده بس مش يعني عمرك ايه جدا حلو لانه انا بعمله فاسمها بتحس حالك تطلع من شخصيتك لشخصيه ثانيه بتعبر بصوتك يعني ممكن تعمل حالك اسعد واحد اللي بقول لك البسمه مسموعه طبعا البسمه مسموعه ده كلام حقيقي ده كلام حقيقي جدا خاصه في الاذاعه وفي حقيقه كانت تجربه لطيفه في الاذاعه انه انت لما يعني انت لو مش مبتسم صوتك بيضحك مش بالظبط صوتك مختلف عن لو انت مبتسم طبعا دي حقيقه انا ماليش في الفويس اوفر بس انا ليا في الغنى يعني كلنا بنحب هنا الاصوات او بدي استضيفك عندي ببرنامج نعمل برنامج نجيب عمر يحكي لنا وصفه على الهواء انا عندي برنامج عمر يغني بقى او يرقص عمر عايز يعمل اي حاجه طب شريف اسالك اخر سؤال قبل ما نختم وانت بتقدم كده عايز تكمل حياتك شيف ولا عايز تغير انا هرد رد دبلوماسي مش عارف هو صح ولا لا دبلوماسي خالص يعني رد عشوائي لا انا هرد الرد اللي انا حاسس دلوقتي حالا ايوه سيب اللي انت بتعمله ورد انا لما جيت ابقى شيف ما كنتش عارف ان انا هبقى شيف انا درست اللي انا بحبه ولما جات لي فرصه اشتغلتها لقيت نفسي شاطر الناس قالت لي ده حلو جدا وانا حسيت بال 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 ب
انا مثلا من سنه بقالي سنه مثلا بدرس تمثيل. طب هل انا امثل؟ ما اعرفش، بس انا بحب ده فبعمله دلوقتي. هل انا هفضل على طول شيف؟ انا ما اعرفش، مش عارف. بس اللي انا اقدر يعني اوعد نفسي بيه، عشان دي اهم حاجه في الدنيا، ان انا هفضل مخلص للحاجه اللي انا بحبها. طيب. الحاجه اللي انا بحبها هفضل مخلص ليها وهعملها، وهاخد كل الاسباب وهطرق كل السبل اللي تخليني ابقى بعمل ايه اللي انت عايز تعمله. انا اتاثرت جدا على فكره، انت صادق جدا، فاتاثرت. ورايي دلوقتي بيقول لي في ودني ده الشله كلها اتضربت بالتمثيل، عشان باخد كورسات تمثيل انا كمان. فالموضوع ضرب في الشله فعلا. بس فعلا انا كمان، انا برضه عايز اسالك السؤال ده يا رندا عشان نختم بيه الحلقه. انت نفسك تكملي في مهنه ان انت تبقي مذيعه، ولا هتغيري في المستقبل، ولا اول شيء بعد ما شاب ودوه الكتاب؟ يعني انا هلا 43 سنه. لا واقول لك شغله، هلا انا كثير بحب اني اضلني مذيعه، وانا جد عم بكون مبسوطه سواء كان بالراديو او بالتلفزيون. ما سالتنيش انا حابب ان انت تضلي مذيعه ولا لا. هلا بغض النظر، هو ده ليه انا ياسمينة. أنا لا عن جد عم بحكي، كثير حابة أضلني. يمكن أنا مش عايزك تضلي مذيعة. أنا اللي مش عايزك. أنا بقول يمكن، ما قلتش إنه آه. لا أنا مش يمكن، أنا متأكدة إني مش عايزة. طب اسأليني، مش أنت مذيعة، اسأليني السؤال. طب ما أنت خليتني مجال أكمل. ما خليت لي مجال. لا ما إحنا عرفنا، قلت إن أنت عايزة تكملي مذيعة. آه بس بقول لك ممكن ملامح وجهي بس أكبر، ما يزبط أضلني على التي في لبعد عمر. ليه المشكلة؟ إحنا كان معنا إعلامية. ما بتعرف. لتري عن جد ما بتعرف، ممكن انا اتعب، ممكن انا تجيب لي جلطه وما اكملش اصلا بالحياه، عارفه يعني. والله فاطمه بلاها عليا، الشر زاد قوي كده على فكره. يا برج العقرب هي ولاده شريره. اوه يعني برج العقرب برضه. الله الله الله، بدها هاي فايف، بدها هاي فايف، بدها هاي فايف. اللهم احفظنا، احنا في الموسم بتاعكم اساسا. صح، احنا في الموسم بتاعنا، فانت محتاج ان انت ايه يعني بالظبط، يعني لا اظهر كده بعض من الايه، من الضعف. طب هلا عن جد يلا، انت بدي اسالك سؤال خلاص اخر شيء. عن جد انت حابب تكمل بهذا الشيء ان شاء الله؟ لا يعني انت حابب تكمل بهذا الشيء؟ ايوه طبعا. انا من زمان وانا صغير ابويا بيقول لي انا عايزك مذيع وممثل، فانا ده بيتغرز في مخي نفس الكلام من وانا صغير. شفت التشابه حتى في القصص بجد يعني. ابوك كان بيقول لك كده؟ لا جدي، مش كنت لسه بقول لك ان جدي كان بيقول لي انه، او جدي كان بيحكي لي القصص اللي ليها علاقه بالاكل، فانا من هنا حبيت الاكل جدا. والقصه ان احنا يعني ما ناخدش بالنا من انه كلمه صغيره جدا بتطبع، او حاجه تتقال لك وانت في سن صغير جدا، سن صغير جدا، طفل يتقال لك كلمه ويتقال لك حاجه تشكل مسار حياتك وتفضل دايما فاكرها. صح. ودايما بتسعى ان انت تحققها. صح، بس ابويا قال لي كده بسبب ان هو كان بيشوفني انا دايما بسجل على كل الشرايط بتاعت المغنيين، بعمل نفسي مذيع، ولما يجي الاغنيه اللي بحبها بسجل على الاغاني اللي ما بحبهاش، ولما يجي الاغنيه اللي بحبها اقول يلا بينا نسمع دلوقتي اغنيه عمرو دياب مثلا كذا، وتسمع الاغنيه بعد كده ارجع تاني، ورجعنا تاني بعد الفاصل. هو طفل بيبي. كنت بعمل ده. فا نفسي اكمل مذيع، نفسي اكمل شيف، بس كمان عايز امثل وعايز اغني وافتح لاين ازياء لما اختني قوي، ما بقاش لاقي حاجه اعملها بفلوس. ركز بشيء واحد وان شاء الله بتلحق كل احلامك. عن جد شريف عملت لنا ايه النهارده؟ قول لنا كده عشان حواوشي بسيط جدا. عملنا حواوشي في الطاسه، شفنا ازاي بيتعمل، بيطلع طعمه حلو جدا، بسيط وسهل. وقدمناه مع سلطه بصل بالطماطم والكزبره. تجنن الموت وادوقها. احنا اكل يتاكل بقى على طول، مش محتاج اي شيء في اي حاجه ولا اي كلام. احنا ممكن كمان نحطه على واحده بس منهم. ايوه عشان نشوف الكاميرا اكتر. نعملها كده اهو. الطاسه دي كمان بقى لو كده. امشي يا طاسه، امشي يا طاسه. انت عارف انا بيرفكشنست والحاجات دي ايه بتجنن. ايوه انا عارف الموضوع ده كويس. رند مبسوطه اني عرفت عليك. وانا كمان كثير مبسوطه انك انت معانا، وحبيت هيك اسلوبك وحكيك، وحبيت الفرندشيب اللي بتجمعك مع عمر. ما شاء الله احنا بما انك عقرب رح تصير صحبه معي. أيوة. ورح نقلب على عمر انا وياك. سرطان. ليه نقلب على عمر؟ شفت انت تقلب عليا؟ انا ما اقدرش اقلب عليك. بس ما انا ليش اقلب بقدر؟ نقطة صداقتنا برغد لو سمحت من فضلك. لا اللي مش عايز. وبعدين خلي بالك شفت انا شو حكيت؟ انا بقول له انا بقدر ازعلك، بديش خصمتك. وبعدين رغد عقرب زي يعني جد جد شرفنا نورتنا عمر، يعطيك الف عافيه. مشاهدينا يعني بتمنى انكم تكونوا انبسطتوا بحلقتنا لليوم من هو وهن. فقرتنا كانت كثير لذيذة وكثير مشوقة، وختامها مسك كان مع الشيف شريف. إن شاء الله نلقاكم بكرة بحلقة جديدة من هو وهن. اشتقولنا وبرضو ما تغيروا المحطة. شريف بجد نورتنا حبيب قلبي بجد، ودايما كده في ده بعض، ودايما بنطلع مع بعض في البرامج. شكرا على العزومات الحلوة دي، عزومة في هذه البرنامج الجميل. حبيبي وتروا دايما مع بعض في الخير. أنا وانت إن شاء الله من غير رند. شوفونا بكرة في حلقة جديدة من هو وهن، كلها رغي ونكش وشقاوة وغتاتة ساعات. تصبحوا على خير.